أثمنت الثورة اليمنية شهورها الثلاثة، والشعب لا يزال يريد إسقاط النظام. أما النظام الذي صم آذانه عن تلك الشعارات، لا بل وواجهها بقوة الحديد والدم في كل مكان، فلا يزال هو الآخر يراهن على الحسم العسكري. ففي مدينة تعز التي باتت عنوان الثورة اليمنية هذه الأيام، قتل متظاهرون وجرح آخرون بالرصاص الحي، وتعرض كثيرون للاختناق بالغاز في هجمات متعددة لقوات الأمن ومسلحين بزي مدني خلال اليومين الماضيين. لكن ذلك لم يزد المحتجين إلا إصرارا وثباتا على مواقفهم. هذا يعني نظام غاشم يهجم على المعتصمين وقامع وقاتل وتشريد. فنقول للمجلس التعاون الخليجي وأمريكا وأوروبا أن يقفوا ضد هذا النظام الغاشم، وأن يقولوا أن يتنحى أو أن يرحل من غير قيد أو شرط. وفي ساحة التغيير في العاصمة صنعاء، دعا المتظاهرون إلى الزحف نحو القصر الرئاسي كحل أخير لإجبار الرئيس على الرحيل. المتظاهرون لم يفتهم أيضا تذكير جيران اليمن الخليجيين بأن قطار المبادرات قد وصل إلى محطته الأخيرة، وما على الرئيس علي عبد الله صالح إلا أن يترجل منه قبل فوات الأوان. بالنسبة للقمة الخليجية التي سوف تعقد غدا، هي لعبة سياسية أؤكد عليها مرة ثانية ويؤكد عليها الشباب كامل، ومطلب الشباب هو شيء واحد، إسقاط النظام ورحيل علي عبد الله صالح. وفي جزيرة سقطرى الواقعة على المحيط الهندي، خرجت مسيرة حاشدة للمئات من المعتصمين، جابت شوارع مدينة حديبو رافعين شعارات تطالب دول مجلس التعاون الخليجي بالكف عن تقديم المبادرات التي تطيل من عمر نظام الرئيس اليمني. مسيرات أخرى مماثلة خرجت في الحديدة تضامنا مع مظاهرات تعز، وطالبت قوات الأمن بتسليم مبنى المحافظة للشباب. وتلك هي البداية كما يقول شباب الثورة، في انتظار موعد الحسم الذي يقول الشارع اليمني الثائر إنه خزن ما يكفي من الغضب وحانت ساعة الرحيل.